السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم دائما في قناة جابي كيشاني. اليوم إن شاء الله جيت نبارطاجي معكم واحد المسمن على شكل كرواسون، تيجي زوين بزاف بزاف بزاف، ما تشبعوش منه. مقادير بسيطة جدا الصراحة في كل بيت، والطريقة ديالو بسيطة وسهلة وما تتكلفنا حتى حاجة، لا وقت لا مجهود. فالصراحة هاد المسمن هذا على شكل كرواسون اللي تنقول واحد في جوج، تيلقنا الكوتيات وايضا حتى في رمضان تيكون زوين بزاف وتيكون لذيذ وما تشبعوش منه يا البنات، ما تشبعوش منه. طريقه التحضير ديالو يعني ابسط منها ما كاين، والنتيجه رائعه بزاف بزاف تبارك الله. دنس كيلو ديال الدقيق خرجنا 16 حبه، فالطريقه سهله ومبسطه وتيجي بصراحه مقرمشي فتين لذاذ بزاف، بحال اللي مقدم بالورقه ديال البستيلا. وما راه غير عجينه المسمن اللي ما فيها حتى شي حاجه، ولكن النتيجه زوينه بزاف بزاف البنات. جربوا صدقوني، غير جربوها ما عاديش ما بقاش تخطاكم نهائيا. فتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وانتم غادي تشوفوا المراحل ديال التحضير ديالو اللي هي بسيطه وسهله. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، عندنا الخميره الكيماويه قليل منها، قليل من الخميره الفوريه، معلقه ديال السكر حبيبات، الملح على حسب الذوق، معلقه ديال الزيت الزيت النباتي، والماء على حسب الدقيق. هنا تندير قليل من الخميره الكيماويه، غير راس معلقه صغير، كيف تندير راس معلقه صغير ديال الخميره الفوريه. هذيك المعلقه انا عندي صغيره بزاف، ومعلقه كبيره من السكر حبيبات سنيده، والملح دائما على حسب الذوق، وتنضيف ديك المعلقه ديال الزيت المائده حتى هي. هذا هما المقادير ديال العجين، ما فيها لا زبده لا بيض لا حتى حاجه. هنا كندير غير الماء بارد، وكنبقى تنجمع العجين ديالي حتى تيتجمع. دائما عجينه المسمن تكون ما مطلوقاش بزاف، وما تحتاج لا دليك لا حتى حاجه اخواتي، يعني مجرد ما تنجمع على هذاك الدقيق صافي تنخليها. هنا كناخد واحد البلاطو اللي تندير ليه القليل من الزيت، صافي كنبقى نشكلها على شكل كويرة. كناخد القياس غير بيديا، نحاول انني نديرهم قياس واحد باش يخرجوا لي واحد الكمية اللي هي مهمة. دائما تنستعين بالزيت الى بدات العجينه تكسق ليا في يديها. صافي بعد ما تنسالي، فانا تندهنهم بواحد شويه الزيت من الفوق، صافي نغطيهم بالسلوفان ونخليها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه، لان كما شفتوني راه ما دلكتهاش. من بعد اخواتي، انا ناخذ البلاصه اللي غادي نخدم فيها، ضروري ما نعقمها، واخا حنا نضفنا قبل ولكن ضروري نتعقم. صافي كنبدا تنطلق في هذوك الكويرات ديال المسمن ديالي. ناخذ هنايا نص زبده، وتنضيف عليه نص كاس تاع زيت النباتي باش تعطيني كاس كامل،
وكناخذ القليل المنشا باش نبدا ندير مع الزبده في القلب ديالها. صافي اخواتي، هنا ضروري كان نورقها مزيان باش ما تجيناش غليظه، تكون طيبه مزيان من الداخل. ضروري من انها تطرق مزيان في الاول. ندير هنا القليل من هذاك الخليط اللي درت تاع الزبده والزيت، وندير قليل من شغر شويه ما نكثروش. صافي كنبدا تنطوي الطويه العاديه ديال السمن. نعاود ندير ديك الزبده والزيت وقليل من شغر وتنطوي على ربع. من الاحسن دائما نكونوا مغطين سميتو المسمن ديالنا بالبلاستيك باش ما ينشفش لينا. بعد ما تنساليو هذوك الكويرات تاعنا كلهم، ترجعوا هنا تنكملوا لهم الخدمه ديالهم. كنجيب سميتو الطاوة ديالي اللي غادي ندخل الفرن، تناخذ على حسب الحشوه شنو غادي ندير فيها. انايا اللي بندير في القلب ديالهم ممكن نديرهم غير خاوي، تنبسطهم بشكل طولي ما نبسطهمش بزاف، غير واحد شويه. تناخذ واحد المعلقه صغيره من المربى، وتندير سميتهم الزبيب اولا العنب مجفف، وتنطويهم يعني بواحد الشكل يكون مخفخ، يعني يكونوا ما نزيرهمش في الطويه باش يجوني مورقين وما يجونيش معجنين من الداخل. كما تشوفوا اخواتي تنورقهم يعني تنبسطهم بشكل طولي، وتندير قليل من المربى ديال المشمش. تنديروا اي حاجه احنا بغينا، ممكن نديروا الشوكولات، ممكن نديروا ميخاوين، وتنبسطوهم يعني تنعاود نطويهم بواحد الشكل يكون مفخفخ، يعني ما يكونوش ما نزيرهمش في الطويه. تنظن واضحة اخواتي، يعني ساهله ما فيها والو. ومام وحنا بعد ما طويناهم على ربعه، حنا تنديروا لهم هذه الطريقه هذه باش تيجيونا على شكل كرواسون، تيجيو بحال الشنيك. صافي اخواتي، كنستمر بدا نسالي الكميه كاع اللي عندي. طب الشوكولاتة تيجي زوينين بزاف الا درنا في القلب ديالهم الشوكولاتة، هو تيجي زوين بزاف. دائما كنبقى مغطية المسمن ديالي بالبلاستيك حتى تنساليه. صافي بعد ما تنسالي فانا عاد نخليهم يرتاحوا واحد 6 دقائق قبل ما ندخلهم للفرن. ضروري ما كنخليهمش يخمروا غير يرتاحوا لان فيهم الخميره. من بعد 6 دقائق اخواتي عاد نكون يدلي شعلت الفران. تناخذ هنا بيضه كامله، تنضيف لها القليل من الفاني غير باش نضر ديك السفوريه تاع البيض. صافي تندهنهم من الفوق. بعد ما تكونوا شعلنا الفران اللي تنديروا على درجه الحراره تاع 200 درجه، وكنشعل عليه الفران من الفوق ومن التحت مع الفرفاره، صافي نخليهم تكون يصبوا على خاطرهم.
صافي بعد ما تنسى اليوم البيض ندخلو من الفراغ. هنا خديت واحد المقلة اللي درت فيها القليل السمسم اللي هو الزنجلة وكنصهدو واحد شوية. صافي من بعد ما نخرجو من الفران وما سخان كناخد واحد المعلقة من المربى تنزيد على جوج معالق ديال الماء تنديرها في المقلة اللي تطلع فيه الغلية. صافي كنحطو اللي بدا تندهن به بحال شكل ناباش. صافي كيما تتشوفوا معايا اخواتي راه تيجيو فتين بزاف بحال اللي درناهم بالورقه تبسطيله كيتفرتو غير بوحدهم. الصراحه تيجيو زوينين بزاف بزاف ما تبعوش منهم ما قدرهم غير بسيطه بزاف واللذه ديالهم ما نقول لكمش على خصكم تجربوهم الصراحه. هنا تندهنهم وهما سخان باش تيتشربوا داك المربى. من بعد تنديرهم السمسم من الفوق ممكن رشهم باي حاجه ممكن ديروا كوك ممكن ديروا سكر ثقيل تيجيو الصراحه زوينين بزاف بزاف ما تشبعوش منهم تيجيو بحال كرواسون يعني اي حاجه مطفره عندنا ممكن نديروها لهم من الفوق. طب السكر ثقيل تيجيو زوينين بزاف الشكل الا بغينا نديروا السكر ثقيل ما تندهنوهمش بالمربى مباشره وما غير يبرد واحد شويه ندير لهم السكر ثقيل. سمعتوا اخواتي القرمشه ديالهم تيجي مقرمش رائع بزاف ومرقي. دابا قسمت معكم وحده داك المربى اللي في القلب ديالهم تيكون طيبين على حقهم وترفقهم لا من الداخل ومن التحت ولا من الفوق ولا من الداخل. الصراحه ما تبعوش منهم مقادير بسيطه جدا. انا هنا ما قدرتش طنط في الكاميرا انا خدامه كناكل فيهم تيتفتوا غير بوحدهم البنات راه ما تبعوش منهم راه زوينين بزاف بزاف. شي هو ديال رمضان الصراحة تيجي زوينين بزاف يعني ما عوض ما نديرو كل حاجة بوحدها شنيك بوحدو مسمن بوحدو واحد في جوج مسمن وفيه شنيك بجوج. نتمنى اقتراح اليوم يعجبكم نتمنى انكم تدعموا وتشجعوا القناة. موعدنا في فيديو قادم ان شاء الله دائما مع اختكم جابيكي شان.